أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن الدين أقرب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن الدين لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. اللهم صل على سيدنا صلى الله عليه وسلم وصدق به عمن رب العالمين. اللهم انا نسالك العمل بالاخلاص ونعوذ بك من انتكاس ورياء الناس وغلبه حديث النفس والوسواس على بواطن الحواس. اللهم اجعل قصدنا اليك حتى نصل بك اليك. اللهم انك قلت وقلت بالحق ادعوني استجب لكم. اللهم انا نمدك في الضناعه والابتهال في مصابنا ومصاب البلد كلها. اللهم ارفع لهم الضياء والنور البهجه والسرور. اللهم ارحم غربتهم. اللهم انس وحشتهم. اللهم انعم فرحتهم. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تذلنا عدهم كلنا ولهم. اللهم اجعل البركه فيما خلفوا بعدهم يا ربي. اللهم ارحمنا اذا صنينا ما صاروا اليه. اللهم انا نسالك الامان امان يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. اللهم انا نسالك الامان امان يوم لا يغني مولى عن ولا شيء ولا مصر الا من رحم الله. اللهم انا نسالك الامان امان يوم يصلون ما قدمت يداه. اللهم انا نسالك الامان امان يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه. اللهم انك امتنا الدعاء فضلا منك امتنانا فنحن عبادك المذنبون المفرطون المقصرون. لا أمانة إلا فضلك ولا لجأنا إلا عفوك فإن تعفو عنا فأنت نزالك بفضلك وإن تعذبنا فنحن نزالك بعدلك. اللهم ارحم تضرعنا وأمن خوفنا تقبل أعمالنا وتعب طاعتك اشتغالنا وإلى الخير مآلنا حقق بالزيادة آمالنا واختم بالسعادة أجالنا وقرب العافية غدونا وأصالنا واصمت رجالنا على ذنوبنا ومن على بإصلاح عيوبنا واجعل التقوى زادنا وفي دينك اجتهادنا وعليك توكلنا واعتمادنا. هذا سرنا ظاهرا بين يديك وهذا حالنا لا يخفى عليك. أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا ولا يسعنا إلا عفوك وكرمك عفو عنا يا خير المامون وأكرم المسؤول. اللهم يا من نطلب حق السماوات والأرض نطلب جبل الجنة في بطون أمهاتها وطبنا في قضائك وقضائك تليق بكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا إذا وعنا التراب ودعنا الأحباب. اللهم ارحمنا إذا كسر بنا الأنين ويسر الحنين. اللهم ارحمنا إذا يسرنا الطبيب وفارقنا الحبيب. اللهم ارحمنا إذا نسي اسمنا أنزلت قبرنا يا أرحم الراحمين. ختم. خوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا قضاء الله ولا رد لقضائه وقدره ولا يسعنا إلا أن نقول في هذا المقام إنا لله وإنا إليه راجعون. لله ما أخذ وله ما أعطى هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ودار الدنيا دار ابتلاء ولا بد للمؤمن أن يتسلح بالصبر وقوة اليقين ليكون عند الله سبحانه وتعالى من المفلحين. باسمي وباسم ساكنة أولف وباسم أسر الضحايا سيد الأمين العام والوفد الممثل لسيد الوالي والوفد المرافق له لا يسعنا إلا أن نشكركم على حسن تعازيكم وحسن وفالتكم فجزاكم الله خيرا ولا أراكم الله مكروه في أنفسكم ولا في أهليكم ولا في أموالكم
وبارك الله سعيكم وشكر لكم وصبر الله أهالي الضحايا وأخلفهم خيرا من مصيبتهم، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. فتح سيدنا. الحمد لله رب العالمين.